مدار الأسابيع الماضية ما تلبث مصر أن تعلن عن مشروع استثماري حتى تتبعه بآخر، من رأس الحكمة لرأس جميلة والآن لمشروع قومي آخر، قناة السويس الجديدة. لا، ليست الجديدة التي أعلن عنها عام 2015 وتم تنفيذها وأصبحت قديمة الآن، ولكنها قناة السويس الأجدد أو الجديدة جداً، مشروع الازدواج الكامل للمجرى الملاحي لقناة السويس. هو ما أعلن عنه الفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس، التي أصدرت بياناً قالت فيه إن المشروع يستهدف تحقيق الازدواج الكامل للقناة في الاتجاهين، بما يسمح برفع تصنيفها وزيادة تنافسيتها، فضلاً عن زيادة القدرة العددية والاستيعابية لها لتصبح قادرة على استيعاب كافة فئات وأحجام سفن الأسطول العالمي بحسب البيان. مشاهدينا، قناة السويس في الأساس تربط بين البحر الأحمر والبحر المتوسط، وتصنف ضمن أهم الممرات الملاحية للتجارة العالمية. وفي عام 2015 افتتح مشروع قناة السويس الجديدة، وهو تفريعة موازية للقناة بطول 35 كيلومترا، وكلفت 8 مليارات و200 مليون دولار، واستهدفت الحد من المدة التي تقضيها السفن للعبور من 18 ساعة إلى 11 ساعة لتعزيز طاقة استيعاب القناة. لكن ضعف حركة التجارة الدولية وانخفاض أسعار النفط انعكس على إيرادات القناة. ثم قامت هيئة قناة السويس في أعقاب واقعة جنوح السفينة Ever Given بالبدء في تطوير القطاع الجنوبي للقناة، وهو مشروع جديد يشمل إضافة 10 كيلومترات توسعة وازدواج في منطقة البحيرات الصغرى، بالإضافة إلى تعميق للقناة لتجنب حوادث الجنوح وتقليل مدد الانتظار. لكن مشروع تطوير القطاع الجنوبي هذا لا يعني أن هناك ازدواجا كاملا للمجرى الملاحي للقناة، فهناك 80 كيلومترا لم يخضعوا للازدواج كما قال الفريق أسامة ربيع عن المشروع. درسنا موضوع الازدواج الكامل لقناة السويس، احنا لسه لغايه دلوقتي ما فيش ازدواج كامل، في حوالي 80 كيلو موجودين في قناة السويس اللي ما اتعملوش ازدواج، 50 كيلو في الشمال و30 كيلو في الجنوب. عملنا الدراسات المبدئيه وتعرض على سياده الرئيس، ودلوقتي في شركتين كبار محرم بخوم ودار الهندسه بيعملوا عمليه دراسات الجدوى ويشوفوا مين الشركاء اللي ممكن يشتغلوا معانا، وهنخلص الموضوع ده ويرجع يتعرض تاني على سياده الرئيس لتصديق بدء العمل، بحيث تبقى قناة السويس بالكامل فيها ازدواج كامل، ويبقى نسبه الامان في المرور في قناة السويس نسبة 100%. الإعلان أثار الكثير من الجدل والتساؤلات، من بينها لماذا تحتاج مصر لمشروع جديد في قناة السويس؟ وفقا لتقرير نشرته الجامعة الأمريكية بالقاهرة عن المشروع البحثي حلول للسياسات البديلة، أشار إلى أن قناة السويس حققت في العام المالي الماضي إيرادات قياسية بنحو 9 مليارات دولار، إضافة إلى أرباح قناة السويس الجديدة. لكن رغم ذلك لم تحقق التفريعة الجديدة زيادة إيرادات القناة لأكثر من 13 مليار دولار بحلول عام 2023. كما أن الكثيرين يربطون بين مشروع قناة السويس الجديدة وبدء أزمة نقص احتياطي النقد الأجنبي في مصر، لتمويل المشروع جمعت الحكومة من المصريين نحو 64 مليار جنيه في شكل شهادات استثمار، كلفت الميزانية العامة للدولة نحو 8 مليارات جنيه سنوياً لمدة 5 سنوات كعائد لأصحاب الشهادات. كذلك اقترضت هيئة القناة ملايين الدولارات من البنوك المصرية لتمويل باقي أعمال البنية التحتية بحسب تقرير مشروع حلول للسياسات البديلة. مشاهدينا، في برنامجه على قناة MBC مصر تحدث المذيع عمرو أديب مع الفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس عن تأثير هذا المشروع على ميزانية الدولة. زي ما عملنا قطاع جنوب ما خدناش ولا مليم من الدولة، اشتغلنا من الفلوس اللي هي المخصصة أساسا لهيئة قناة
السويس في المشروعات الاستثماريه اشتغلنا بيها. قناه السويس الجديده كانوا مستعجلين، احنا كنا قلنا احنا عايزين 3 سنين عشان نشتغل بقدرات الهيئه وامكانياتها، لما سياده الرئيس كان عنده رؤيه ان لا ده فورا دلوقتي يخلص خلال سنه، وكانت رؤيه صعبه يعني، اضطرينا ان احنا نعمل تحالفات ونجيب نأجر كراكات من بره، وبالتالي دفعت عمله صعبه ودفع مبلغ كبير. ده مش هيحصل في المشروع ده، لان احنا هنبقى حريصين زي ما خلصنا قطاع جنوبي في سنتين ونص تقريبا لمده طويله، علشان بنشتغل بقدراتنا احنا وامكاناتنا بالجنيه المصري وميزانيه الهيئه. على مواقع التواصل الاجتماعي انهالت التعليقات. المحامي الحقوقي نجاد البرعي يقول: متى استقلت قناة السويس بميزانيتها عن ميزانية الدولة؟ أي فلوس دخلت القناة هي لصالح الميزانية حتى لو تم تجنيبها في صندوق خاص؟ أي إنفاق هو من ميزانية الدولة حتى لو خرج المبلغ من هذا الصندوق؟ فأرجوكم نهدى كده، مش كل مرة هتسلم الجرة. أما عمار علي حسن فيقول: السؤال الأهم هو عن تهيئة القناة لتدخل ضمن مسار بيع الأصول أو تأجيرها، وعن الإصرار على حشر مصر في زاوية الدولة الريعية وهي عبر تاريخها المديد لم تكن أبدا في هذا الموضع. ثم السؤال الأكبر عن إبعاد شبه جزيرة سيناء أكثر بمانع مائي جديد. طارق أيضا لديه تدوينة تقول: ما سبب اعتراض البعض على مشروع ازدواج قناة السويس؟ ما علاقته بالدولار؟ مصر تمتلك شركات كبرى وعملاقة ومعدات ثقيلة وقطاع عام وخاص تستطيع تنفيذ عمليات الحفر، يعني شركات مصرية وبالجنيه مش بالدولار. أخيرا تدوينة محمد يقول فيها: في موضوع ازدواج قناة السويس كلكم وكمية الهبد في موضوع وجود عائق في قناتي سويس أمام الجيش، لو سيناء تعرضت للاحتلال تاني كوم تاني، والهبيدة في الموضوع ده من كل الأصناف، دكاترة ومحاسبين ومدرسين والأكاد بقى مهندسين مدني. مشاهدينا، مشروع ازدواج قناة السويس الذي أعلن عنه يهدف لتقليل ساعات انتظار السفن من 11 ساعة وهو الرقم الذي حققته القناة الجديدة إلى 9 ساعات، بالإضافة إلى تقليل عدد الانحناءات بالمجرى الملاحي للقناة لزيادة معدلات الأمان للسفن العابرة. وتأثرت إيرادات قناة السويس بشدة جراء هجمات الحوثيين في البحر الأحمر رداً على الحرب في غزة، وهو الأمر الذي يؤثر مباشرة على الوضع الاقتصادي في مصر، إذ تسهم قناة السويس كمصدر أساسي للدخل القومي والنقد الأجنبي.